تنظم مؤسسة المهرجان المتوسطي لثقافة الأمازيغية بطنجة مهرجان تويزا في دورته 12 تحت شعار دفاعا عن الطبيعة. التحية أمازيغية عربية إنسانية لكم جميعا ولكنا جميعا ولإخوتي وأختي المشاركين في هذا الحفل الفكري. كنت سأبدأ بالضبط مثلما بدأ أخي المقدم بكانت. عندما كنت في البكالوريا كنت أعتقد أن لا طرق سيارة ولا هواتف ولا حضارة عصرية بدون كانت، وهو الذي قال في كتابه الأهم افتتاحية كتابه الأهم نقد العقل المحض، قال كان علي أن أطيح بالمعرفة حتى أقيم الإيمان. وطبعا هذا هو البرنامج ومفتاح البرنامج، الإيمان بالإنسان، لأنه لا يمكن لي أن أتعرف على أفق آخر غير أفق الإنسان الذي فيه. وقد بحث كل العناصر التي نحن بصددها، بحثها كلها حتى المسألة الدينية عندما أفرد فصلا اسمه التضاد المتعالي ليزونتينومي ترانسندنتال، وبين لنا بوضوح كبير كيف أني أنه بإمكاني أن أظهر أن الله موجود، كما بإمكاني على قدر سواء أن أظهر بأن الله غير موجود، وأن أظهر بأني حر كما أظهر على بنفس الطريقة وبنفس المنطق بأني لست حر، وبأن الأجزاء تتجزأ إلى ما لا نهاية، وأنها لا تتجزأ وأنها تقف في ذرة معينة أو في جسم معين هو الأصغر حتما. هذه كل المضادات المتعالية. إذن هو حدد البرنامج وبدأت بدأ ما يسمى بعصر التنوير يكتسع الإنسانية في أوروبا وفي الغرب، وقد تعرفون وأنتم تعرفون ما هي النتيجة بعد هذا العمل الجبار. تعرفون ما كانت الهوامش، أنا أعتبرها هوامش، حتى جون جاك روسو أعتبره قد انطلق من هذا. إذن نحن على مسافة كبيرة جدا من هذا، يعني كأننا في كوكب آخر أو في مدار آخر أو في مجرة أخرى من كل هذا. أعتقد أن الإجابة أو محاولة الإجابة على ما تفضل به المقدم من سؤال متجه لكل الناس أظن هو أننا نعرف ما الحديث وما الخطاب، وما لا نعرف ما الحديث وما الخطاب، نحن لا نعرف ما الحديث وما الخطاب، ولا نعرف حتى في النص الديني المؤسس الذي بين أيدينا والذي لم يناقش على محك الحديث ولم يتبوأ أبدا منطق فتحه للقبول، فتحه للتقبل بالمعنى الكانتي للكلمة. مثلا أعطيكم مثلا أننا لا يمكن لحد الآن أن نجد كتابا واحدا على حد علمي يبين لنا أن اللغة العربية لغة متأخرة بالنسبة للغات التي أفرزتها، وهي لغات في إفرازها للغة العربية محل حديث ومحل علم وتعلم منذ على الأقل 6 أو 7 قرون، وأعني الآرامية الأكادية والآرامية والسريانية وكل اللغات التي نعرف أنها كانت جدات أو أمهات للغة العربية، الفينيقية مثلا.
نحن نعيش، مثال بسيط في هذا الميدان، نحن نعيش على ما نطق به مخرج الأصوات الروماني في كل ما هو قرطاج، في كل ما هو تاريخ قرطاج. لنا دار ثقافة اسمها سوفونيسب في تونس في قرطاج، دار ثقافة يرتادها الناس بكثرة، وسوفونيسب نعرف أنها أخت حنقة، ولكنها بالفينيقية لا تسمى سوفونيسب، كما أن ألجي أو رابا لا تسمى رابا أو ألجي بلغة المحل، فتسمى الجزائر بالجزائر بالجزائر، وتسمى الرباط، هذا نطقها في لغة أهلها. سوفونيسب نطق روماني بحت، لأنهم لم يجدوا الكلمات أو الحروف أو مخارج الحروف التي تمكننا من أن تمكن الروماني تيتليف أو تسيت أن ينطق بها. اسمها في الحفريات الفينيقية صفية النبي، ولا يدري التونسي حتى المتعلم والمعلم أن هذا ينسحب على كل، حتى اسم قرطاج قرية حديثة، أو اسم القرد الإله الأكبر في الميثولوجيا القرطاجية ملك القرية، وفي الحفريات اسمه ملك القرية فقط. والقرية كان لا نعلم نحن العرب أنها الكلمة الأوسع انتشارا في البحر المتوسط، منها قريتش الجزيرة الكبيرة في اليونان، ومنها قريات اليهودية، ومنها قرطاج، ومنها قرية التي نقول وهي كلمة سومرية جاءت من قرى يقر أي القرار، وهي المقطع الواحد الذي تتسم به اللغة السومرية التي دفنتها اللغات المتتالية الأخرى. هذا مثال بسيط لم نبدأ فيه أبدا لدراسة القرآن مثلا النص المؤسس، وإنما سحب هذا النص من موقعه، موقع البدء، سحب هذا النص من موقع البدء لكي يدفن داخل تراكم أساطير لا أنزل الله بها من سلطان أبدا، عن عكرمة عن مجاهد عن عبد العباس أنه قال أنه دخل جني إلى القبر فإذا به إلى آخره، وأصبحت هذه الأساطير وهذه الترهات أصبحت هي المعين لكي نتصل بهذا الدين، إما لكي نروضه مع الحداثة، وإما لكي نطيعه أو نصلي به. أو مثلا لا يمكن للتونسي أن يقبل البديهية الأولى أن تركيب الصلاة لا يوجد في القرآن، وإنما هي طقوس قلدت تقليدا واضحا عن الزرادشتي، الخمس صلوات والحركات لا يمكن للتونسي أن يقبلها. بل في المحاورات مثل هذه التي أشارك بها في تونس وأشارك بها كثير من الزملاء حتى من الأجانب، لا يمكن لك أن تقول أن الصراخ بالطقوس اعتداء، وأن تتكئ على الآية في الأعراف وادعوا ربكم تضرعا وخفية إن الله لا يحب المعتدين، لا يمكن أن تترك فتتلو الآية إلى آخرها وأن تستنتج منها. وهذا ما حدث لي في أحد البلاتوهات في التلفزيون، منعني المقدم من أن أقرأ الآية حتى لا تجرح أولئك الذين يملؤون الشوارع بخطب الجمعة، خطب الجمعة وتتلقاها الأناس وهم في البارات وهم في دور الضحك واللعب في كل أنحاء الحي، نصف المدينة تماما. إذن أنا أطالب حتى تكون الإجابة ليست بإجابة شخص معين، أطالب أن يكون لنا إعلان طنجة في أن نتمكن من أن نسائل القرضويات والكشكات والغنوشات في تونس الذين هم، أن نسائلهم، لنا الحق في أن نسائلهم ما الذي تعنيه هذه الآية، من أين جاءت هذه الكلمة. أنا
انتشر عند الناس في تونس في عند الشباب أني أدعي أن محمد بن عبد الله قد سرق القرآن من عند اليونانيين، وهذا قالوه كبار المفكرين أيضا كطالب في 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 التلفزيون، لكن لم يجبني أحد عن وجود سيما بدون همزة، وهي اللفظة التي أعطت سيمانتيك بكل يعني العلامة، ولحد الآن تقال كلمة العلامة وكلمة زخرف، ولحد الآن في اليونانية الحديثة عندما تمر عن مصور بطاقة الهوية تجد أنه اسمه زوغروفيو، يعني الكلمة هي نفسها. من أين جاءت هذه الكلمة وكيف حلت في نص نعتقد أنه نص منزل وأنزلناه قرآن عربي ليجيبنا القرضاوي وليجيبنا غيره كل هذه العلماء، وأن نعلن في هذا البيان أن من حقنا ومن واجبهم أن يمتثلوا للإجابة، وأننا نحن نراهن على ربما أن نخسر الرهان، أما هم فعليهم أيضا أن يراهنوا على أن يخسروا الرهان أمام الملأ. وشكرا لحد الآن.